بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الترند. بالتأكيد ده خلاص وإحنا في المراحل الأخيرة أو في الساعات الأخيرة من نهاية الموسم، بنعمل جولة كده أو بنشوف حصاد الموسم، نجحنا في إيه، لم نوفق ولم ننجح في شيء. ممكن بتشوف عدد البطولات اللي شاركت فيها وتشوف درجة نجاحك ومقياس نجاحك خلال هذا الموسم كانت بأي نسبة. الحمد لله والفضل لله بالتأكيد النسبة تقدر تقول لأ جيدة، وجيد جدا كمان، لأنك محقق بطولات إفريقية، بتحارب لغاية الجولة قبل الأخيرة على الدوري العام، وده بالتأكيد لما بتخسر بطولة زي بطولة الدوري العام ما بتخسرهاش بسهولة، حتى المنافس لما بيكسبها بيكسبها بشق الأنفس. لكن نتائجك وبطولاتك خلال الفترة الأخيرة الحمد لله وصلت لمنحنى ومستوى جيد جدا خلال الفترة الأخيرة. البطولات القارية السنة دي والبطولات المحلية الموسم الماضي، ولسه عندنا بطولات محلية خلال الشهر القادم واحنا بنختتم هذا الموسم أو في الساعات الأخيرة خلاص من نهاية الدوري العام. لكن في شيء مهم جدا وأنا بقول في بداية الحلقة أو انترو الحلقة لكل جمهور النادي الأهلي، محتاج تقف لحظة عشان تعرف المستوى والنتائج اللي انت وصلت لها كانت بناء على إيه، ولم توفق في بطولة أو خسرت بطولة كانت بناء على إيه، وتشوف نتائجك في الفترة الأخيرة، هل نتائجك كانت بسبب بعض الأسباب أو بسبب بعض المشاكل الفنية ولا لأ، بسبب بعض الأخطاء التحكيمية ولا لأ، محتاج تدعيمات الفترة الجاية ولا لأ. إذن أنت محتاج في الفترة الحالية جلسة صمت لمعرفة الفترة القادمة إزاي هتقدر تشتغل عليها عشان تحضر فريق يقدر يكسب كل البطولات الفترة الجاية زي ما اشتغلت على ده خلال آخر سنتين في ظل زحمة بطولات وأجندة وارتباط مباريات كثيرة سواء محلية أو قارية. بالأمس اتكلمت على بعض الأمور اللي ممكن تكون غير مباشرة وتسببت في خسارة الدوري، ودايما بنستعرض هذه الأخطاء الغير مباشرة والأخطاء اللي ممكن تكون جاية من طرف آخر بيحاول قدر الإمكان يعطل مسيرتك المحلية، لأنه مش هيقدر يعطل مسيرتك الإفريقية في ظل إن الكرة الإفريقية خلاص أصبحت دلوقتي بتشتغل في مستوى إزاي تصنع لعبة وكرة قدم جيدة داخل القارة الإفريقية عشان اللعبة دي صناعة. نتمنى ده يكون في الدوري المصري الجاي أو نتمنى نشوف ده في الكرة المصرية خلال الفترة الجاية. لكن في النهاية اللي عايز أوصل له، إحنا شفنا نتائجنا الفترة اللي فاتت وهنفكر إزاي في الفترة اللي جاية، لكن مهم يبقى في لحظة صمت نقدر نشوف في الفترة اللي جاية إزاي هنشتغل وإزاي هنواجه التحديات دي الفترة الجاية، لأن مخطئ من يعتقد إن بنهاية هذا الدوري أو هذا الموسم إن الأخطاء انتهت. لسه القادم في تفاصيل أكتر، فمحتاج تركز قوي في اللي جاي، محتاج تشوف أخطائك اللي حصلت الفترة الأخيرة إزاي تعالجها عشان ما تتكررش، محتاج تشوف القوانين واللوائح بتقول إيه عشان تتمسك بحقك حتى آخر لحظة. والكلمة الأهم اللي اتقالت امبارح في جلسة الكابتن محمود الخطيب، الأهلي ما بيسيبش حقه. حلقة النهاردة من الترند فيها تفاصيل وفيها كواليس وفيها موضوعات مهمة جدا، لكن نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة اليوم، وبالتأكيد بنتظر من كل المشاهدين يشاركوا معنا في الإجابة على هذا السؤال. تعليقكم على اجتماع الكابتن محمود الخطيب مع لاعب الأهلي عقب مباراة الجونة، شاركوا معنا في الإجابة على هذا السؤال من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا، صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام. وفي الفقرة الأخيرة نستعرض أكبر قدر من الآراء والمشاركات، لكن خلونا نبدأ حلقتنا بأهم العناوين. في ترند الأهلي، الخطيب للاعبين: ارفعوا رؤوسكم أنتم أبطال إفريقيا. وكمان في ترند الأهلي، الفريق راح اليوم ويستأنف تدريباته غدا. وفي الترند العالمي، رابطة الدوري الإنجليزي ترفض مشاركة لاعبيها مع منتخباتهم. استعراض مباريات اليوم، النهارده في مباراتين في الدوري المصري، الجوله 33 وخلاص يوم الجمعه اللي جايه، خلاص خلال 48 ساعه الجوله الاخيره من الدوري العام. الساعه 7 غزل المحله النهارده هيستضيف المقاولين العرب، والساعه 9 مصر المقصه هيستضيف بيراميدز. تحدد بطل الدوري، تحدد الانديه اللي هتشارك في البطولات الافريقيه، تحدد الانديه التي هبطت الى دوري الدرجه الثانيه بعد ختام هذا الموسم الشاق والطويل. طيب نتمنى ان شاء الله النهارده نشوف مشاهده ممتعه ومباريات قويه ومثيره ونسبه اهداف عاليه كما هي العاده في بعض مباريات الدوري المصري. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نرجع مع بعض وفقره ترند ترند. اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند ترند. ترند ترند النهارده احنا طبعا بنشوف اللي بيتكتب على السوشيال ميديا وبنشوف الترندات اللي دايما بتبقى متصدره
تويتر خلال الساعات الأخيرة عقب نهاية الجولة 33 بالأمس، وتحديدا عقب مباراة الجونة والأهلي والتعادل الإيجابي 3-3. كابتن محمود الخطيب كان متواجد في أرضية الملعب واجتمع باللاعبين والجهاز الفني. هذه الجلسة وهذا الاجتماع كان متصدر السوشيال ميديا بالأمس، صور والتصريحات ومعلومات مهمة جدا من هذا الاجتماع، وكان ترند رقم واحد على تويتر في مصر. وبالتأكيد طبعا أي كلمة أي خبر أي صورة أي اجتماع يخص النادي الأهلي، السوشيال ميديا كلها بتبقى مهتمة بيه وعايزة تعرف إيه الجديد داخل النادي الأهلي، شعبية وجماهيرية واسم كبير في القارة الإفريقية. طيب أهم كلمتين امبارح أو أهم نقطتين رصدناهم والجمهور حتى علق عليه، علق على الاجتماع. كابتن محمود الخطيب قال للاعبي النادي الأهلي: الأهلي فخور بلاعبيه، وجمهور النادي الأهلي فاهم وعارف وواعي كويس جدا للي كل حصل خلال الفترة الأخيرة، وفي نفس الوقت كمان الأهلي ما بيسيبش حقه. الجلسة دي فيها تفاصيل كتير، تعالوا نسمع أبرز ما جاء في هذا الاجتماع ثم نتواصل مع بعض، وعندنا تعليقات مهمة جدا عقب هذا الاجتماع. الموسم ده موسم صعب جدا، يمكن احداثه ومواعيده اللي احنا فيه ده ما اتكررتش في اي حته في العالم يعني. عشان كده انا شايف ان انتوا كلكم اتعرضتوا لاجهاد، مش بس انا صوتي مش عارف اعليه، قرب شويه عشان مش عارف اعلي صوتي، مش بس اجهاد بدني، اجهاد بدني وذهني. الموسم ده اكتر موسم في يعني من تاخير الموسم اللي فات، اكتر موسم في العالم في بطولات. كم البطولات اللي انتم مريتوا بيها دي خليتكم يعني عندكم نوع من انواع الاجهاد بلوك الذهني قبل البدني كمان، واحنا الحقيقه مقدرين ده جدا، احنا كاداره مقدرين ده جدا، وانا متاكد ان جمهوركم كمان مقدر ده جدا. جمهور النادي الاهلي فاهم وشايف وعارف، جمهور النادي الاهلي فاهم واعي وشايف وعارف اللي بيحصل، عشان كده انا متاكد ان هو بظهركم. انتوا سبب سعاده الناس الفتره اللي فاتت، بس ده حق الجمهور عليكم. اللي حصل المره اللي فاتت ولا السنه دي كده، انتوا سبب الناس بقت سعيده وفخوره بيكوا وبالنادي الاهلي. وهنا عايز اقول حاجه، النادي الاهلي لما بيفقد بطوله النادي الاهلي بينطلق منها. النادي الاهلي بطولات جايه كتير وعندنا بطولات كتير، لازم تبقوا فاهمين ده، ولازم تفرحوا جمهوركم اللي هو شايفكم اللي هو معاكم اللي هو في ظهركم. وكمان في ظروف يمكن خارجه عن ارادتكم وارادتنا وارادتكم، عشان كده بقول لكم الناس شايفه وعارفه، بس احنا كمان من دلوقتي في اللحظه اللي بقول لكم عليها دي، احنا كمان لازم نكون بنفكر احنا ليه في بعض المباريات احنا كان يجب تركيزنا يبقى زياده شويه، كان يجب ده خلاص، بس دي الكوره، احيانا مفيش توفيق، دي الكوره. انا يمكن برضو عايز اكرر شكر تاني ليكم، وعايز اقول ان انتوا كلكم محل ثقه بالنسبه لنا كبيره جدا، كل واحد فيكم، زمايلكم اللي مش موجودين، جهازكم الموجود، انتوا محل ثقه كبيره جدا جدا بالنسبه لنا. كمان عايز اقول لكم حاجه، اوعوا تنسوا يا رجاله ان انتوا حققتوا رباعيه، اوعوا تنسوا يا رجاله ان انتوا ابطال افريقيا مرتين ورا بعض، ما بتحصلش دي كتير. اوعوا تنسوا يا رجاله ان انتوا تاخدوا مركز ثالث في العالم، برونزيه العالم تاني مره، دي اللي قبليكم اللي سبقكم، هو ده النادي الاهلي. اوعوا تنسوا يا رجاله ان انتوا ابطال السوبر، ما تنسوش ده، ترفع راسك انت اهلاوي،
ترفع راسك انت في الاهلي، لازم تبقى فخور بده زي ما الاهلي فخور بيكوا، انتوا كمان لازم فخورين ان انتوا جوه النادي الاهلي. بص يا رجاله، انا من سنه ونص او سنتين انا قلت لكم ايه؟ قلت لكم انتوا احسن مجموعه موجوده في القاره الافريقيه. انا قلت لكم الكلام ده من سنه ونص او سنتين، لان انا كنت عارف قدراتكم، وعارف انتوا ازاي المجموعه دي لما بتبقى مقفوله كده يعني بنعمل ايه؟ اعتقد الكلام ده كان حقيقي دلوقتي، ان انتوا افضل ناس موجوده في القاره. عشان كده يا رجاله لازم قلت لكم ما تخلوش حد يعني يسرق منكم فرحتكم. والجمهور ده اللي هو بيهتف لكم دلوقتي، بيهتف لكم، ده ليه حق علينا اللي احنا نفرحه بقى في اللي جاي. الجمهور ده اللي بيهتف النهارده ده هو ليه حق علينا. الجمهور ده يا رجاله هو الشريك معانا، هو السند، وهو معاكم صانع بطولاتكم وبطولات النادي الاهلي من 1907. الاهلي من 1907 بيمشي بالحب ده، بالمجموعه دي. هو ده النادي الاهلي، هو ده التاريخ كبير، وده التاريخ اللي لازم تفخروا بيه، والناس تفخر كمان ان هي تنتمي للنادي الاهلي. جمهورنا فخور بده، انه عارف النادي الاهلي يعني كل كام سنه كده ممكن حاجه يعني تعدي. يا رجاله ده شيء مهم. كل اللي انا عايز، انا بص بيقولوا ايه، انا لسه هقول جمله هم بيقولوها، لسه عايز اقول لكم ازاي نفرح الناس دي. البطولات اللي جايه في بطولات كتير 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 جايه، ازاي نفرح الناس دي. انا الحقيقه بس احنا غصب عننا النادي الاهلي ما بيتركش ما بيسيبش حقه. انا مش عايز اعلق على الكلام ده دلوقتي، لكن كمان عايز اقول لكم حاجه مهمه جدا. احنا قصرنا معاكم، ان احنا كنا عايزين فرقه زيكم، مجموعه زيكم، افراد زيكم، كان يجب ان احنا نحتفل بيها بالتاسع، لازم نحتفل بالعشره، لازم نحتفل برونزيه، لازم نحتفل بالسوبر، لازم نحتفل بيكم. ما كانش في وقت، التلاحم ده اللي كان موجود ما كانش في وقت. عشان كده انتوا حقكم علينا النهارده ان احنا نعمل لكم احتفاليه نكرمكم فيها، ان انتوا تستحقوا ده. كل انا عايز دلوقتي منكم خلاص، خلص اللي خلص انتهينا، فكروا في اللي جاي، فكروا في اسعاد جمهوركم، فكروا في كتاب التاريخ ليكم جديد، فكروا في ده، وانتوا تقدروا تعملوا ده. المجموعه دي تقدر تعمل ده، كتاب التاريخ جديد ليكم لناديكم، تقدروا تعملوا. ارفع راسك، انت اهلاوي. كلمه الاهلي دي كبيره جدا، كبيره جدا. خلاص انتهى انتهى، نبص للي جاي يا رجاله. ان شاء الله قريب هنعمل حفله تكريم لحضراتكم، بس نشوف المواعيد عشان نقدر نظبط ميعاد تكون كلكم موجودين، بتوع المنتخب او الانتماءات اللي معانا المحترفين، نقدر ان احنا نظبط بس الميعاد، وفي ميعاد مناسب ان شاء الله. حتى مش عارفين لسه الارتباطات اللي جايه تبقى شكلها عامل ازاي. تاني بقفل ان انا اشكركم، واحنا مقدرين مجهودكم اللي فات، وجمهوركم مقدر مجهودكم، ما كانوش هو بالشكل ده. الموضوع خلاص، فكر في اللي جاي. بكره الصبح كده كل الناس تفكر احنا هنعمل ايه الفتره اللي جايه ان شاء الله، وتقدروا تعملوا كتير، ان انتوا تستحقوا ده وتقدروا تعملوا ده وانتوا جوه النادي الاهلي. ماشي يا رجاله، عايزين نقف مع بعض كلنا ونقرا الفاتحه ونوعد من هنا من المكان اللي احنا فيه دلوقتي ده اللي جاي هيبقى عامل ازاي. نوعد جمهورنا بيه. Thank you.
ده كان كلام مهم جدا من الكابتن محمود الخطيب في الجلسة اللي جمعته امبارح بأعضاء الجهاز الفني واللاعبين عقب نهاية المباراة، وخلاص بشكل رسمي البطولة بقت مع المنافس في موسم كان طويل جدا وشهدت أحداث كثيرة جدا. والكابتن محمود الخطيب قال تفاصيل مهمة جدا في هذا الاجتماع الكل لمسها وعرفها وشافها واتكلم عليها خلال الفترات الأخيرة، لكن صورة هذا الاجتماع بتفكر الجمهور، والجمهور الأهلي امبارح كان بيتكلم على الجزئية دي، صورة هذا الاجتماع بتفكر الناس بلحظة اجتماع اللاعبين في استاد برج العرب بالأسكندرية عقب مباراة صن داونز في موسم 2019 بعد الخروج من دور الثمانية في دوري أبطال إفريقيا. من هذه اللقطة ومن وقت ده الأهلي على طول لعب دوري أبطال إفريقيا في سنتين متتاليتين، فاز بالبطولتين وفاز بالسوبر الإفريقي، وعنده سوبر إفريقي خلال الشهر القادم بإذن الله. فبالتالي لما الأهلي بيخسر بطولة ما تعرفش اللي جاي بعد كده يبقى عامل إزاي، لأن الأهلي ما بيخسر بطولة مش متعود على ده. فاللي جاي بالنسبة لأي منافس توقع أي شيء، توقع أي شيء، هيلعب على الدوري اللي جاي وعينه في وسط راسه، هيلعب على بطولة الكاس اللي جاية وهيطبق اللوائح بحذافيرها في مسابقة كاس مصر، عنده سوبر مصري مع طلائع الجيش لسه هنشوف ميعاده امتى لما الاتحاد يفكر يحدد ميعاد لبطوله سوبر الفتره اللي جايه، عنده فقاعه طبيه والسفر للدوحه عشان السوبر الافريقي اللي هيتلعب في ميعاده ومفيش مساحه لاي تاجيل لهذه البطوله الفتره الجايه. وانا عارف بقول ايه بالظبط، في بطوله السوبر الافريقي 24/9 ميعاد السوبر الافريقي ومفيش اي محاولات لتاجيل البطوله الفتره الجايه. فالاهلي هيحدد كل شيء الفتره الجايه طبقا للوائح وطبقا للقوانين، فباذن الله تكون البدايه من ملعب الجونه. خد بالكوا هي مش بداية لانتصارات بعد إخفاقات، لا ده انت بتكمل مسيرة بطولات بعد إخفاق في لحظة أو إخفاق في بطولة، لأن انت متعود بتفرح جمهورك كل سنة على الأقل 3-4 بطولات إذا ما كانش الخمس بطولات كلها. الأهلي متعود على كده، جمهور الأهلي متعود على كده، عشان كده ما فيش مقارنة ولا منافسة مع أي حد، مع احترامي لأي حد سواء في مصر أو خارج مصر. النادي الأهلي رقم واحد رانكينج في التصنيف، رقم واحد تصنيف نادي القرن، تصنيف الأكثر أندية فوزا بالبطولات القارية، تصنيف الأكثر انتصارات في الخمس سنوات الأخيرة في دوري أبطال إفريقيا والمسابقات الإفريقية. طيب آخر جزئيتين قبل ما أطلع لفاصل، وهي مفاهيم مهمة جدا برضو الناس تركز معنا وتسمع الجزئيتين الجايين دول، لأن مهم جدا الناس تسمع الكلام ده. أول بطولة دوري مصري فريق فاز بيها في وجود تقنية الفيديو الفار كان النادي الأهلي الموسم الماضي موسم 2020/21 أو 2019/2020، تمام؟ أول بطولة دوري مصري اتطبق فيها تقنية الفار أو تقنية الفيديو، عشان المسمى الصح برضو لأن في بعض الناس بيقول المسميات غلط، اسمها تقنية الفيديو اللي هو بروتوكول الفار، كان النادي الأهلي. النادي الأهلي عندما طبقت تقنية الفيديو في المباريات الإفريقية فاز باتنين دوري أبطال إفريقيا 27 نوفمبر القاضية ممكن على المنافس بوجود تقنية الفيديو، وفاز أيضا بالسوبر الإفريقي بتقنية الفيديو ودوري أبطال إفريقيا هذا الموسم بتقنية الفيديو مع حكام على أعلى مستوى طبقوا التقنية كما الكتاب قال بالظبط والبروتوكول مكتوب نصا اتنفذ صح. كاس عالم أندية لما الأهلي حقق المركز الثالث، بطولة تحت إشراف الفيفا الاتحاد الدولي، هو في بطولات أعلى أو تنظيم أعلى من أعلى هيئة قارية أو أعلى هيئة دولية في الكورة زي الاتحاد الدولي؟ الأهلي فاز مع الاتحاد الدولي تحت تقنية الفيديو بالبرونزية. سيبكم من المفاهيم الخاطئة اللي بيحاول البعض وهو تاريخه في الكورة قليل جدا 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 بيحاول يصدر مفاهيم غلط، هو بيحاول يصدرها في مصر وبيحاول يصدرها بره مصر. بس بره مصر هتصدرها فين؟ هتقول التقنية أنا أول أنا أول أنا أول؟ أول فريق مصري وأول فريق عربي فاز بتقنية الفيديو في البطولات القارية والدولية والمحلية هو النادي الأهلي. الموسم الماضي النادي الأهلي، والموسم الحالي النادي الأهلي. أفريقيا، سوبر، كاس عالم، دوري عام. الجزئية الأخيرة وأختم بيها وأطلع فاصل، دايما الناس بتسأل هو ليه في خروج عن النص؟ ليه دايما في إثارة في المسابقات ودايما في ناس بتخرج عن النص ومفيش حالة انضباط في الملاعب؟ بصوا عشان أجيب لكم الآخر، المسؤول عن المنظومة أو المسؤول عن إدارة الكرة في مصر طالما ما عندوش لوائح ولجان يطبق من خلالها القوانين صح، هيفضل دايما التعصب موجود وهتفضل الإثارة موجودة وهتفضل اللعيبة اللي بتخرج عن النص قررها مرة واثنين وثلاثة. لجنة الانضباط لما اجتمعت في 13 إبريل ووقفت عدد من اللاعبين، لجنة الانضباط في اليوم التالي اتحاد الكرة حلها. افتكروا الكلام ده كويس جدا عشان تعرفوا احنا وصلنا لفين.
لجنة الانضباط لما اجتمعت يوم 13 إبريل اتحلت بالليل، اتحلت بالليل، واتحلت معاها لجنة المسابقات، واتحلت معاها لجنة شؤون اللاعبين. طب لجنة الاستئناف دي لجنة منتخبة من الجمعية العمومية لاتحاد الكورة، ما يقدرش أي حد قاعد على كرسي في الاتحاد يحلها. لما اجتمعت في 3 مايو وأيدت قرارات لجنة الانضباط، أي شكوى بتروح لها بتتحط في الدرج. أنا عارف بقول لكم إيه، بقول الكلام ده على مسؤوليتي. أي شكوى كانت بتروح لها كانت بتتحط في الدرج عشان اللجنة ما تجتمعش، عشان اللجنة ما تاخدش قرارات. فبالتالي لا عندك لجنة انضباط، ولا عندك لجنة استئناف، ولا عندك لجنة مسابقات، ولا عندك لجنة شؤون لاعبين، ولا عندك لجنة حكام. فالطبيعي جدا أي حد هيخرج عن النص مش هتلاقي أي عقاب، لأن اللي تعاقب قبل كده اتكافئ ولعب دوري ممتاز. اللي تعاقب بثمان مباريات اتكافئ ولعب دوري ممتاز بالمخالفة للائحة. فبالتالي عدالة ونزاهة المسابقة اتضربت في مقتل خلال الموسم الحالي، واللي جاي لو فضل كده هيبقى أسوأ 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 بكتير. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نرجع مع بعض ونشوف ترند الأهلي والمحتوى اللي موجود عبر السوشيال ميديا. أهلا بحضراتكم من جديد، وترند الأهلي والمحتوى اللي موجود عبر السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة. نشوف مع بعض ترند الأهلي وإيه اللي اتكتب. نبدأ مع بعض الصفحة الرسمية والحساب الرسمي في الجولة على تويتر. كتبوا محمد شريف أول لاعب يصل لعشرين هدف خلال موسم واحد في الدوري منذ حسام باولو في موسم 2014-2015. موسم كبير بيقدمه محمد شريف. محمد شريف أصبح دلوقتي عنده 20 هدف. وفي نقطة تانية مهمة جدا، انت بتتكلم هداف الدوري من النادي الأهلي، أعلى لاعب عمل أسيست في الدوري العام علي معلول، ويليه حسين الشحات. أقوى هجوم في الدوري هو النادي الأهلي. فبالتالي معظم الأرقام القياسية حتى المنافس في مواجهته المباشرة في الدور الأول والدور الثاني انت كسبت وتعادلت، فواخد منه 4 نقاط. فبالتالي الأرقام واضحة جدا مين كان خلال هذا الموسم الأعلى فنيا، لولا بعض المواقف اللي حصلت في بعض المباريات اللي ممكن يكون النادي الأهلي برضو سبب فيها. بعد ما كان فايز ومتقدم بيتعادل أو بيخسر في اللحظات الأخيرة. طيب الحساب الرسمي أيضا كمان يلا كورة على تويتر بيتكلموا على محمد شريف المخيف، يصبح ثالث لاعب في تاريخ الأهلي يصل إلى 20 هدف في موسم واحد بالدوري. كابتن محمود الخطيب يتصدر القائمة طبعا 23 هدف، ثم الشيخ طه اسماعيل 20 هدف، ومحمد شريف تساوى مع الشيخ طه اسماعيل مع نفس عدد الأهداف 20 هدف. المباراة القادمة مباراة أسوان، إذا قدر محمد شريف يسجل هدف هيتخطى الترتيب وهيتخطى الشيخ طه اسماعيل، ويبقى هو ساعتها في المركز الثاني خلف الكابتن محمود الخطيب في أعلى صدارة للهدافين في النادي الأهلي في موسم واحد في الدوري العام، وده ما حصلش منذ سنوات طويلة. طيب نشوف كمان معانا المحتوى عبر السوشيال ميديا، والسوشيال ميديا مهتمة بإيه؟ سبورت 360 مصرية من خلال حسابها الرسمي على تويتر أيضا نشروا تصريحات لحازم الحديدي وكيل أعمال محمد الشناوي. قال في عروض من النصر والهلال الشناوي، سمعت عن العروض دي عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. الشناوي مرتبط بعقد مع الأهلي، المفاوضات مع حارس بحجم الشناوي لن تتم في يوم أو يومين، والأهم مصلحة الأهلي واللاعب في الوقت ذاته. الملف ده أتمنى يتقفل بقى بعد يوم الجمعة بعد الدورة ما يخلص. هيبقى فيه إعلان عن صفقات، في عودة معارين، في قائمة بالراحلين خلال الفترة اللي جاية، والملف ده أتمنى من بعد يوم الجمعة يتقفل ما نسمعوش تاني عشان نركز في المرحلة الجاية. المرحلة الجاية أصعب من المراحل اللي فاتت. طيب الحساب الرسمي أيضا للأهرام على تويتر بيتكلموا على مدرب الأهلي يعلن موقفه النهائي من الشناوي والشحات وينتظر قرار السولية. الزملاء في الأهرام من خلال حسابهم الرسمي على تويتر بيتكلموا على أن بيتسو موسيماني تمسك باستمرار محمد الشناوي وحسين الشحات خلال الفترة اللي جاية، والتأكيد على حاجة الفريق لجودهم، وبينتظر موسيماني القرار النهائي للاعب عمرو السولية، خاصة أنه أحد الركائز الأساسية في خط الوسط بجوار أليو ديانج وحامد فتحي، وكلنا عارفين أن عمرو السولية لسه باقي في عقده موسم كامل، لكن بإذن الله الأمور تسير كما هي أو كما يرام في مسألة التجديد لعمرو السولية وعلي معلول خلال الفترة اللي جاية. نروح كمان للحساب الرسمي لليوم السابع على تويتر، الأهلي يفسخ تعاقده مع جونيور أجاييه بالتراضي. حتى الآن الإعلان الرسمي لم يتم، ولم يعلن الأهلي أي شيء رسمي بخصوص أي لاعب سيرحل خلال الفترة القادمة، لكن كل الأمور وكل التفاصيل واردة خلال الفترة اللي جاية في ظل تعاقدات قد تحدث مع لاعبين أفارقة، وبالتالي عشان تقدر تحدد احتياجاتك وقائمة الفريق المحلية بالاتفاق مع الشكل القانوني للائحة وعدد اللاعبين الأجانب في الدوري المصري. طيب ده جزء كان متعلق جدا بالمحتوى اللي موجود عبر السوشيال ميديا بخصوص النادي
الأهلي. أخرج لفاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض ونكمل باقي تفاصيل ترند الأهلي. أهلا بحضراتكم من جديد وباقي تفاصيل فقرة برنامج أو فقرة ترند الأهلي بخصوص طبعا المحتوى الموجود عبر السوشيال ميديا. بنتكلم بقى من الصفحة الرسمية لوطن سبورت على تويتر، بيتكلموا على إن موسيماني يطيح بثمن لاعبين خارج الأهلي. طبعا خلاص احنا مقترب من نهاية الدوري وموسم جديد وفترة القيادة تبدأ 30/8، فهتلاقي كل السوشيال ميديا بتتكلم على الصفقات والتعاقدات واللعيبة اللي ممكن تمشي. الأسامي اللي اتكتبت في هذا التقرير بنتكلم ما بين محمد محمود وكريم نيدفيد عشان عائدين من إصابة فترة طويلة، ناصر ماهر أحمد رمضان بيكهام عشان بعيدين عن المشاركة منذ فترة، مروان محسن بسبب تراجع المستوى وسوء الحظ اللي لازمه الفترة الأخيرة، نفس الأمر مع والتر بواليا. الإدارة حسب ما ذكرت الوطن إن موسيماني بلغ الإدارة بعدم حاجته الجونيور أجاييه، وفجر المصدر مفاجأة من العيار الثقيل إن كمان أحد الثنائي محمود كهربا أو صلاح محسن. هذا الكلام حتى هذه اللحظة غير صحيح بالمرة، والجزء الأخير المتعلق بأحد اللاعبين كهربا أو صلاح محسن أعتقد يعني الفترة الأخيرة شوفوا مين بيشارك بشكل أساسي وأنتوا تعرفوا لو مدرب عايز يمشي لاعب هيشارك بشكل أساسي بالشكل ده، صعبة جدا. الاثنين كانوا أساسيين آخر 4-5 مباريات وشايفين المستوى اللي ظهر الفترة الأخيرة، فبالتالي كل هذا الكلام حتى هذه اللحظة عاري تماما من الصحة، وصبرا بس أيام قليلة أو ساعات قليلة وهنعرف تفاصيل كتيرة متعلقة بقائمة الأهلي خلال الموسم القادم. طيب كمان معانا من ترند الأهلي الوطن الرياضي من خلال حسابه الرسمي بيتكلموا على بعد خسارة الدوري 30 يوم تفصل الأهلي عن لقب جديد. هما بيتكلموا عن 30 يوم متبقي على السوبر الإفريقي، وبيتكلموا خلال هذه الفترة ممكن تتلعب كأس السوبر المحلي وممكن تتلعب مباريات كأس مصر، بس صعب قوي في 30 يوم تتلعب كل المباريات دي ولسه كأس السوبر الإفريقي. لا ده هم كاتبين معلومة بالنسبة لي كانت مفاجأة، أصلي في اتجاه لتأجيل السوبر الإفريقي من أجل استكمال باقي المباريات المحلية. أنا بالنسبة لي بصراحة دي نكتة، فكرة إنك تطلب تأجيل السوبر الإفريقي عشان تخلص كأس مصر والسوبر المصري ده إذا حصلت جديدة أول مرة أسمعها، إن اتحاد محلي ده على عهدة الزملاء في الوطن سبورت اتحاد محلي يطلب من اتحاد قاري يأجل بطولة قارية موجودة في الأجندة الإفريقية والأجندة الدولية عشان أنا مسابقاتي المحلية لسه ما خلصتهاش. هنشوف. آخر حاجة معايا من ترند الأهلي الحساب الرسمي لي يلا كورة. يلا كورة الحساب الرسمي ليه على تويتر بيقولوا تقارير مغربية بتقول الكاف يحرم أو بيحرم الرجاء من 4 لاعبين أمام الأهلي بالسوبر بسبب القائمة الإفريقية والقيد الإفريقي وميعاد السوبر جاي بعد القيد الإفريقي، وبالتالي أي لاعب نادي الرجاء تعاقد معاه مش هيقدر يشارك في السوبر الإفريقي. قلت الكلام ده قبل كده بالنسبة للأهلي، أي صفقة هتتم الفترة الجاية وما تأيدتش إفريقيا قبل 15/8 مش هتشارك في السوبر الإفريقي. التقرير المغربي بيتكلموا على 4 لاعبين، اللاعب الغيني مصطفى كواتي القادم من مازيمبي، ودي صفقة الرجاء المغربي خده لاعب فري من مازيمبي، ولكن بشرط إذا تم بيعه هيكون في 50% من قيمة البيع لنادي مازيمبي الكونغولي. اللاعب البوركينابي سامي هيان، وبالتأكيد هؤلاء اللاعبين بالتأكيد بيلعبوا في منتخبات بلادهم سواء غينيا أو حتى في بوركينا فاسو، ولاعب من مولودية وجدة جمال حركاس وعمر العمراني لاعب ملقا الأسباني السابق. دي صفقات نادي الرجاء المغربي اللي تم قيدها بعد غلق باب القيد الإفريقي ومش هيقدر يستفيد بيها في مباراة السوبر الإفريقي أمام النادي الأهلي، ونفس الأمر بيحصل مع الأهلي أيضا في الصفقات اللي هيتم إعلانها خلال الساعات القادمة مش هتكون موجودة في السوبر لأن هيكون قيدها يوم 30/8، لأن اتحاد الكرة عندنا في مصر ما فتحش القيد زي الجزائر في أول 8 عشان تستفيد بالصفقات الجديدة منك عندك بطولة قارية مهمة زي بطولة السوبر الإفريقي. لكن عموما دي مواعيد وعندنا اتحاد بيحط مواعيد دون الرجوع إلى اللوائح ودون الرجوع للأجندة الرسمية ودون التفكير حتى في مصالح الأندية المصرية اللي بتمثل مصر في بطولات قارية. أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل لسه مكملين بحضراتكم باقي فقرات برنامج الترند. أهلا بحضراتكم من جديد والجزء الأخير من برنامج الترند. نروح بسرعة للترند العالمي عشان عندنا موضوع مهم جدا متعلق بالأجندة الدولية القادمة. الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي على تويتر بيقول أندية الدوري الإنجليزي الممتاز ترفض بالإجماع، ورابطة الدوري الإنجليزي البريمير ليج بترفض إرسال لاعبيها للمباريات الدولية في المناطق المصنفة ضمن الفئة الحمراء. بالتأكيد الموضوع ده عامل قلق كبير جدا بالنسبة لتصفيات كأس العالم والأجندة الدولية اللي هتنطلق يوم 30 أغسطس حتى 7/9 إن شاء الله. الفكرة إن رابطة الدوري الإنجليزي خدت قرار بمنع سفر هؤلاء اللاعبين، لأن بعد الأجندة الدولية لما يرجعوا هيخشوا في منطقة
أو حظر صحي لمدة حوالي 10 أيام، وده بيكون في أماكن بتحددها الحكومة البريطانية. فالأندية خايفة على مستوى اللعيبة وممكن تتعرض لإصابة، واللعيبة بالتأكيد قيمتها المالية كبيرة جدا. هل الاتحاد الدولي دخل في الأمر ده بالمناسبة؟ لأن كمان الأمر هنا متعلق بأحد لاعبي منتخب مصر محمد صلاح، وعدد من اللاعبين كمان اللي ممكن يكونوا منضمين لتصفيات أمريكا الجنوبية مع منتخبات أمريكا الجنوبية خلال الفترة القادمة. حصل خطاب رسمي من جياني إنفانتينو إلى اتحاد أمريكا الجنوبية بيحاول يطمنهم إن هيكون في خطوات جادة من الاتحاد الدولي مع رابطة الدوري الإنجليزي وعدد من الاتحادات الأوروبية عشان الإفراج عن اللاعبين الدوليين عشان يكونوا مع منتخباتهم في الأجندة الدولية. نفس الأمر النهاردة الاتحاد الدولي لكرة القدم قدامكم على الشاشة، ده الخطاب اللي تم إرساله أول أمس من الاتحاد الدولي لكرة القدم برئاسة جياني إنفانتينو إلى اتحاد أمريكا الجنوبية الكومن بول بخصوص مشاركة اللاعبين في الفترة اللي جاية، وطمأنتهم في مسألة استدعاء اللاعبين، وهيكون في تواصل مع الاتحادات الأوروبية. نفس الأمر النهاردة الاتحاد الدولي من خلال موقعه الرسمي نزل بيان بخصوص اتصال أجراه رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو مع رئيس وزراء بريطانيا، بيحاول إن هو يطلب منه السماح للاعبين إن هم يسافروا وتقليل فترة الحظر الصحي خلال الفترة اللي جاية. هيسفر عن إيه الموضوع ده؟ خلال ال 48 ساعة هنشوف الموقف النهائي بخصوص هذا الموضوع، لكن في صعوبة كبيرة جدا في انضمام محمد صلاح للنادي أو للمنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم. طيب نروح بقى لمشاركات الجماهير على السؤال اللي طرحناه في البداية، تعليقكم على جلسة الكابتن الخطيب مع اللاعبين في ملعب الجونة عقب المباراة. محمد بيقول لقاء جه في وقته بالتأكيد، حط النقط على الحروف في حاجات كتير، ادى الفريق حقه، وكمان طمن الكل ان الاهلي مش بيسيب حق، ورسالته للجمهور وصلت واتفهمت، والفتحه عهد، ولو هو عارف انهم مش قدها ما كانش طلبها منهم. الخطيب اسطوره كوره واداره وعاشق للاهلي، معاك يا بيبو، معاك يا اهلي. راي نقدر نقول اختصر تفاصيل كتيره من اجتماع الامس، اللي بالتاكيد في ناس امبارح لما شافته خدت منهم لقطه الفرح والفوز، لان النادي الاهلي دايما بيفكر صح وبيشتغل صح، ولو وقع لألف أومة، والنادي الأهلي الحمد لله عمره ما بيقع. لكن الكلمة دي خلينا فاكرينها، لأن لما بتحصل الأهلي بيرجع يفوز بكل البطولات خلال الفترة اللي جاية. والكلمة الأخيرة قبل ما أختم، أي حد بيحاول يخرج عن النص، للأسف للأسف البطولة اللي بتتنظم في مصر بطولة الدوري العام بدون لوائح وبدون لجان، ومحدش ينتظر أي حاجة إيجابية الفترة الجاية في ظل إن مفيش لجان، مفيش مجلس إدارة بيدير الاتحاد، مفيش حاجات كتير قوي. فالقادم إذا ما تمش تعديل كل هذه الأمور خلال الساعات اللي جاية، للأسف للأسف هيفضل خروج عن النص كبير جدا في الملاعب المصرية. بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة، وبإذن الله نلتقي على خير الأسبوع القادم بحلقة جديدة من برنامج الترند. شكرا وإلى اللقاء.